صينية باوع نجدة الأجنحة، وهذا الكباب مال الدجاج ومال الغنم، وهذا المعلاق وهاي الأجنحة من مطعم كباب سليمانية. التجربة أكبر برهان في كربلاء المقدسة باوع التكية. عيوني مرحلة السنباك. هذا كباب المحشي. هذا الكباب المحشي يختلف. باوع باوع باوع، خلي ياكل الفقير. جبنا لكم صاغة من سليمانية إلى كربلاء المقدسة. مطعم كباب سليمانية في كربلاء. السماق وينه؟ هذا باوع، هذا الفلفل الحار مشهي. اجى السماق، وهاي الطماطم الشوي. والطماطم المشوية ويا لحم غنم عراقي. رش رش كاكا رش. هاي تكة لحم باع الصينية مال الملوك. صينية الملوك في مطعم باوع. هاي السماق. هذا السماق مال سليمانية. اي والله.